حقق شباب قسنطينة فوزا مهما على ضيفه أسك ميموزا ليفواري بهدف يأتي من في ذهاب الدور ثمن النهائي مكرر في اللقاء الذي جمعهما الأحد على ملعب شهيد حملاوي بقسنطينة. وسجل سامر هدف السياسي الوحيد في الدقيقة 80 من زمن المباراة عن طريق ضربة جزاء. وسيلتقي الفريقان بعد أسبوعين في ساحل العاج في لقاء العودة. ويكفر فقاء بزاز التعادل بأي نتيجة والخسارة بفارق هدف وبشرط تسجيل هدف في مرمى أسك ميموزا للتأهل إلى الدور المجموعات من كأس الكاف.